تهون التضحيات عندما تكون من أجل الدين والوطن، وهذا طريق كل حر نذر نفسه فداء لوطنه وأمته، ومنهم الشهيد محمد عبد علي حزام وزملائه الذين سيذكرهم أبناء مدينة تعز بحكايات وأساطير شجاعة لن تنساها الأجيال. وبهؤلاء لا بغيرهم يتجدد العزم وتخلق القوة ويقترب الهدف الذي حدده أحرار هذه المحافظة، النصر أو النصر. هم قافلة من الشهداء التي يعني مستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، ولا زالت القوافل تتبع الشهادات إن شاء الله، وهذه الدماء هي التي ستحرر اليمن بالكامل إن شاء الله. بفضل هذه الدروع الحصينة التي تحمي ثغور المدينة وتقدم أرواحها وتتعرض للنيران المعادية وللمدفعية الثقيلة في سبيل تأمين وحماية السكان المدنيين وممارسة حياتهم الطبيعية. محمد عبد علي حزام وعقيل دماج وسمير الشغدري وشعيب المعمري علامات قوة للمجتمع المجاهد وبشارات نصر للحق، وبهم يعتز الرجال ويحسون بالوطن، ومن سيرتهم وأخلاقهم سيستمد المقاتلين والصامدين قدوة وصمودا سيدهش الأعداء، ومن دمائهم ستنبت شجرة النصر والحرية واستعادة الوطن المنهوب. لا نشيع وإنما نزف كوكب من شهداء الجيش الوطني في اللواء 22 ميكا إلى جنان الخلد إلى الحور العين، ليكونوا مع رفقة من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والجيش الوطني لم يخسر وإنما كسب. هذه الجماهير التي خرجت اليوم في مدينة تعز، كل مدينة تعز خرجت لتزف هؤلاء الشهداء. القادة والأفراد المخلصون بصمت يرحلون، لا تعرفهم الكاميرات ولا الشاشات، صورهم هناك في الجبهات وخلف أسلحتهم، وإذا رحلوا إلى الله بكى عليهم الجميع ولحقوهم إلى مثواهم الأخير، متذكرين ومقتفين آثارهم الطيبة الحميدة. والشهداء لا يموتون، بل ينتقل سكناهم من الدنيا الفانية إلى جوار الله والخلود. لا تزعجوا الشهيد لا حزن، ما مات بل تغير السكن.